يا ابو خليل انا كم مره بدي اقول لك انه ما بدي اسمع شيء. ولك شو صار لك يا ام خليل؟ شو صار لك؟ عم يقولوا يلي بيدفع 5000 ورقه بيقبضهم 25000. بس انا مو مصدق هالحكي، مو مصدقته. الو مين معي؟ هذا انت؟ شوفي قسما بالله اذا ما بتدفعي اللي عليكي لاعمل لك مشكله. ها مين هاي اللي كانت عم تحكي؟ هاي وحده قلنا عليها مصاري وما عم تدفع. إلك عليها مصاري وهي اللي عم تتصل؟ كيف زبطت؟